22 غير الانتصار اليوم هو شعار فريق الوداد الرياضي في معقله الثلاث نقاط وحتمية تحقيق الفوز في هذه المباراة قبل اللقاء المقبل هنا كذلك يوم الجمعة القادم إن شاء الله أمام نادي فيتا كلوب. حتى الآن الوضع انتزاع لقب الدوري المغربي في منافسة مع الفوز الفتح والرجاء الرياضي والمتصدر الجيش الملكي. قبل فتح صفحات البطولة من جديد الوداد ممثل الكرة المغربية يبحث عن أول انتصار في دوري المجموعات أمام الكتيبة الأنغولية بيترو أتلتيكو والذي يعرف جيدا الدار البيضاء وملعب كازا لأنه سبق للفريقين أن تواجه مرارا في منافسات دوري أبطال إفريقيا. أمامكم الطاقم كل أسئلة تتبادر للذهن لمن يتابع ديال المواجهة. عموما تشكيلة المادي النفطية اليوم أحمد رضا تاكناوتي في حراسة المرمى، أيوب العملود 22، أمين أبو الفتح 4، أمين فرحان 25، يحيى عطية الله 14، يحيى جبران 5، عبد الله حيلو تراوري 39 سنة، الرجل الذي قاد قبل أيام. كل التوفيق لنادي الوداد الرياضي في تدبير المباراة بحكم الأسماء المتواجدة. المادي النفطي كما ينبغي على مستوى التكتيكي والتحفظ في أسماء حتى الآن نتساءل بالنسبة للاعب مؤيد اللافي، لكن عموما لدينا هنا كرة ودادية فيها عرضية فيها خطورة فيها لمسة فيها تحضير فيها تسديدة والهدف الأول يضيع فيها كل إلى ضربة مرمى. ضغط مع البداية لفريق الوداد، هذا هو المطلوب بكر، هو سيناريو مثالي بالنسبة لفريق الغيابات حاضرة في فريق الوداد الرياضي. الأكثر من مهمتي النادي في الدقائق المقبلة، لكن والأهم من كل هذا هو الرغبة، الرغبة والضغط والبحث عن الانتصار. هنا الكرة من عملود، عندك يا العملود، العملود يرفع الكرة يبحث عن سيناريو، وهذا ما يميز ملاعب الكرة في المغرب، تعبير حبك وإعجابك بما تقدمه في المباراة رقم 50 في منافسات دوري مجموعات. هنا هجم في الجهة اليمنى، مرور من العملود لكن ممتاز فرحان، وكذلك من أمين أبو الجانبية، نقلة داخل منطقة الجزاء، يخرج رضا التاكناوتي، بوهارا بعد ذلك يرسلها أمامية متابعة من طرف اللاعب. انتصارات فريق الوداد الرياضي، تمشي الكرة ولا ننسى كذلك مبينزا اللاعب اللي كان حاضر في السنوات القليلة الماضية مع فريق الوداد الرياضي من المميزين داخل الفريق الأحمر، وبالتالي الوداد كان يضرب به المثل على مستوى انتدابات الأسماء الإفريقية. لكن في مباريات الحماس يغيب والتدبير التكتيكي لا يكون السليم، وهذا ما شاهدناه في اللقاء الماضي كثير من الأحيان. تمشي كرة على الطرف الأيسر، يحيى جبران استرجع الحكم يقول له ارتكبت خطأ. نعم خطأ، رائع رائع هذه الصور، أجمل ما في المباراة حتى الآن هو جمهور الوداد الرياضي. رجعت الكرة من جديد، يتفاعل مع هذه الكرة وترك يحيى عطية الله، هو في التوغل وفي رفع الكرات بهذا الشكل. أنت هو يحيى اللي أعرف لما يتقدم ولما تكون عنده الجرأة هو اللي يصعد وهو اللي يرفع الكرة، هذا هو يحيى اللي أعرف. أيوب العملود يفتح المجال لأناجم، وناجم وناجم، يحيى جبران يتقدم، جبران يتقدم، جبران والهدف الأول، جول الهدف الأول للوداد الرياضي. يحيى الجبران كعادته بالتخصص يضع في المرمى، نحن العائلة، نعم هكذا يقول جمهور الوداد في السراء والضراء، بل في الضراء قبل السراء هكذا.